القمع، في ناس كتير القمع من الحاجات المميزة اللي دايما بيستخدموها. لو انت بتصبي في ازايز، يعني لو انا عايزه اصب حاجه، عايزه احط زيت زيتون او اي حاجه في ازازه، فانا بقدر استخدم القمع ان انا احطه بالطريقه دي واصب الحاجه اللي انا عايزه احطها. القمع ده بيمتاز ان هو مش بياخد معايا حيز، ممكن اقفله بالطريقه دي واشيله في الظرف او في الدولاب، مش هياخد معايا حيز خالص. عايزه استخدمه كده بس زي مصفى، بقدر احطه واستخدمه كمان لكذا قطر، بحيث ان على حسب قطر البوله اللي انا عايزه احط فيها او اضيف ليها اي حاجه.